عزيزي المشاهد اهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. كنا نتكلم عن صفات الله وانتقلنا إلى صفة غريبة وهي صفة تكلمنا عن استقلالية الله ثم انتقلنا إلى عدم تغير الله. لكن في أمور بن احنا ممكن نقدرها انه كده شكلها زي ما يكون ربنا تغير. فهل استجابة الله للصلاة أو تغيير حاجه معينه ده يبقى تغيير في صفات الله فاحنا نؤمن ان الله امس واليوم والى الابد الله لا يتغير لكن في امور احيانا ممكن يساء تفسيرها وكانه تغيير يبقى ازاي الله يتغير من ضمن الحاجات دي يمكن نهينا الحلقه السابقه بالكلام عن شعب الله وان ربنا كان هيفنيهم ولكن موسى تصدر كده ربنا لا يا رب تفني شعبك تذكر وعودك لابراهيم اسحاق يعقوب تذكر يا رب وعودك ان انت قلت هتكسر نسل تكسر نسلهم هتفنيهم هم اشرار ممكن تعاقبه ممكن اي حاجه لكن بلاش تفنيهم صلاه موسى كان ممكن ربنا يخلي موسى لوحده ممكن لان هو بيطيع الله ممكن هو اللي يكثره ويخليه هو يبقى امه لكن لا والشعب. ربنا هنا استجاب لموسى. فالتعبير الكتابي ندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. يبقى هنا نتيجه صلاه موسى حصل تغير لكن هنا التغير استجابه الله في خروج 32 لما من الآية 9 بيتكلم قال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم فأفنئهم فأصيرك شعبا عظيما هاي خلي يعني اللي بيعبد ربنا ده وعلى فكرة ما الشعب كله انتهى ما عدا يشوع بن نوم وكالب بن يفنى اللي دخلوا الأرض عموما ربنا كان ندمان يعني ربنا كان زعلان من الشعب وهيفنيهم لكن تضرع موسى بقى وابتدى يتكلم فخروج 32 ايه 9 التضرع بتاع موسى لكن لغايه ما نلاقي الايه آية 11 و12 و13 و14 هوب 13 اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل وعبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكثر نسلكم كنجوم السماء يا رب افتكر ده واعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد هذا الكلام كانه بيذكر ربنا بيه والنتيجه استجابه الله للصلاه فالتعبير التعبير الانثروبومورفيزم اللي بيقول فنادم الرب على الشر الذي قال انه يفعله هنا استجابه للصلاه لكن الله امس واليوم والى الابد ومن ضمن ثبات الله ثباته في الوعود ثباته في السمع لكلام الله يعني يعني الله يسمع للصلاه فهو لا يغير كلامه لكنه يستجيب للصلاه حينما غيرش كلامه وامس واليوم والى الابد لكن الناس هيفنوا نبي صلي عشانهم موسى وربنا بيسامحهم وندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه موقف تاني شهير في اشعياء 38 آه من الايات الاولى لما ربنا قال يعني قال حصقية او من خلال ممكن اشعياء قال له انك هتموت خلاص هو مرض مرض وخلاص هو المرض ده للموت واضح ان حزقيا كان عايز يصلح حاجات في الشعب وحاجات في المملكه ومش فاضي عايز ما يموتش دلوقتي لان هو في مخه الامور دي يحاول يصلحها ومجتهد فيها جدا صلى ربنا اعطاه خمسة 15 سنه الله هنا استجاب للصلاه وقال لي اشعياء واشعياء راح اخبر حزقيا حزقيا الملك وفعلا عاش فترة أطول أو العمر اللي ربنا قال له هتزيد 15 سنة زاد 15 سنة فكلمة أو ما معنى ندم الله هنا كلمة ندم ده تعبير بشري عن تغيير موقف الله أو استجابته للصلاة فالله لأنه أمس واليوم وإلى الأبد لا يتغير في أحكامه ولا يتغير في قبوله للشر والخطية طبعا لكن افرض حد تاب افرض حد تغير الله يغير يعني هو من يقبل الي لا اخرجه خارجا فمن لا يقبل خلاص لكن من يقبل هنا ربنا مش هيتغير ربنا هيقبله هيستجيب لهذا التائب في مرض حزقيا في تلك الايام مرض حزقيا للموت فجاء اليه اشعياء ابن أموس النبي وقال هكذا يقول الرب اوصي بيتك لانك تموت ولا تعيش إن الواحد طبعا قبل ما يموت يكتب الوصيه آه خلاص قرب يموت لازم يكتب الوصيه فوجه حزقيا وجهه الى الحائط وصلى الى الرب وقال اه يا رب اذكر كيف سرت امامك بالامانه وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك وبكى حزقيا بكاء عظيما فصار قول الرب إلى إشعياء قائلا اذهب وقل لحزقيا هكذا يقول الرب إله داود أبيك قد سمعت صلاتك هنا سمع للصلاة استجابة للصلاة قد رأيت دموعك ها أنا أضيف إلى أيامك خمس عشرة سنة ومن يد ملك أشور أنقذك وهذه المدينة وأحامي عن هذه المدينة كان عنده حرب كان عنده حرب وعايز يكمل ينتصر شعب الله هو عايز أنه الأعداء هيجوا مش بس يمسكوه هو ويمسكوا الناس وهيبهدلوه لكن هنا ربنا بيوعده كمان أنك أنت مش بس هيطول عمرك ده وهتنتصر كمان ومن يد ملك أشور الوسني أنقذك وهذه المدينة مكان عبادة ربنا أحامي عن هذه المدينة هنا نلاقي أنه سمعت صلاتك فممكن ببساطة نقول الله لا يتغير هو أمس واليوم وإلى الأبد لكن كمان من ضمن ثبات الله عدم تغير الله أنه يستجيب للصلاة فلو واحد فضل في خطيته وهيروح النار لكن تاب الله مش هيغير رأيه الله سيستجيب صلاته الله يستجيب الصلاة استجابة الصلاة ليست تغييرا في الله بل بالعكس الله يحب والمحبة لابد أن تكون عاملة والله مستعد أن يستجيب الصلاة استجابة الصلاة ليست ندم فكره تحقيق الدينونه المذكوره على شعب نينوى حين تاب الشعب طب ما هو الشعب تاب وهو خلاص الاستجابه تمت استجابه الصلاه يعني هم تابوا فابتدا يونان يدخل المدينه مسيره يوم واحد ونادى وقال بعد اربعين يوما تنقلب نينوى ربنا حكم عليهم بكده فامن اهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا لا تدق الناس ولا البهائم. لا تدق لا تزق ما تدقش. لا تزق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا يا حتى كمان المهم لا ترعى ولا تشرب ماء ولتغطى بمسوح الناس والبهائم كمان ويص مبالغه شديده جدا ويصرخوا الى الله بشده ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئه وعن الظلم الذي في ايديهم لعل الله يعود ويندم لعل الله يعود ويستجيب ويرجع عن حموه وغضبه فلا نهلك فلما راى الله اعمالهم انهم رجعوا عن طريقهم الرديئه التعبير ندم الله او استجاب الله لصلواتهم ندم الله على الشر الذي تكلم به ان يصنعوا بهم فلم يصنعوا. السؤال الا تدل هذه المواقف على ان قصد الله قد تغير؟ الواقع لا هناك بعض النصوص الاخرى التي تخبرنا عن ان الله حزن على فعل ما يرى احدهم الله كإله متأسف وحزين حين عمل كذا وكذا كذلك نرى أيضا في قصة حزقيا وفي تشفع موسى عن الشعب لقد أعلن الله أنه سيرسل دينونته وكان هذا الإعلان حقيقيا في حين بقيت الأوضاع كما هي لكن الأحوال تغيرت فبدأ شخص ما في الصلاة بأمانة سواء موسى أو حزقيا في احدى الحالات موسى وحزقيا في الحاله الاخرى كانت طبعا وموضوع نينا أنه يونان راح البلد الصح بعد ما كان رايح الاتجاه الغلط وربنا وداه خد حوت خلاه يرميه في الحته الصح ورايح حته ربنا رجعه المكان الصح هو المكان اللي عايز يبعته فيه كانت هناك الصلاه في ذاتها جزءا من الوضع الجديد وقد ادت الى تغيير الاوضاع لقد تجاوب أو استجاب الله مع تغيير الأوضاع باستجابة الصلاة والتراجع عن والتراجع عن الدينونة وفي أماكن كتير لا إن سمعتم وأطعتم تأكلون خير الأرض وإن أبيتم وتمردون تؤخذون بالسيف يعني إن هيحصل وإن هيحصل لكن إذا تابوا مش هيؤخذوا بالسيف وإذا لم يتوبوا سيؤخذوا بالسيف ده مش تغيير في الله ده الناس هي اللي هتغير اتجاهها توب فربنا هيستجيب ومعنى كده انه الله ثابت لا يتغير في استجابته للصلاة يستجيب للصلاة اما حزن الله على انه صنع الانسان او انه جعل او جعل شاول ملكا فيمكن فهمه على انه تعبير عن عدم سعاده الله الحاليه بسبب خطيه الانسان وفي الحالتين لم تكن اللغة المستخدمة بالقوة المطلوبة التي تجعلنا نفكر أنه كان الله سيبيد أو كان سيبدأ من جديد ما كان ليخلق الإنسان. لا. أو ليجعل من شاوي ملكاً. لا. ما كانش ندمان على كده. لكن يمكن أن توحي بأن ما عمله الله إذ أدى إلى أحداث جعلته يحزن لأن الله عنده مشاعر. الله مش صنم مش إله جامد. الله يحب الله يحزن الله ممكن أن يغير حكمه إذا صلينا وتبنا يعني إذا أنت ما تبتش هتروح النار تبت هتروح النار لا خلاص وربنا بقاش غير كلامه هو أصلا بيقول لك إن هيحصل إن في شرط فأنت استجبت فالله بالتالي يستجيب أنت استجبت لعمل الله فالله يستجيب بدل ما الدينونة يبقى البراءة لكن انا آه لكنه سيقود في النهايه الله سيقود في النهايه على المدى الطويل الى مقاصده الصالحه زي فكره شر اخوه يوسف قصه طويله كلنا عارفينها لكن الله حول شر اخوات يوسف الى خير ويوسف جاء لهم انتم قصدتم به شرا بالامر شرا انتم قصدتوا به شرا لكن هذا الشر اللي انتم قصدتوه بيا الله حوله إلى خير خير ليا وخير للشعب انتوا اولادكم وانسكم وكتروا وعاشوا في مصر وبقوا شعب الله الوحيد اللي عايز يعبد ربنا وكان مخنوق وسط عبوديه العبوديه الوثنيه بتاعه فرعون. في مساله تانية عن عدم قابليه الله للتالم ممكن نخليها في في بعد فاصل قصير نبتدي نتكلم عن مساله عدم قابليه الله للتالم شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714 709 4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 كنا نتكلم عن صفات الله عن استقلاليه الله عن الله لا يتغير ثم تكلمنا في نهايه الحلقه عن مساله عدم قابليه الله للتالم في نهايه الجزء السابق عموما تحدث بعض اللاهوتيين عن صفه اخرى من صفات الله وهي انه لا يتعرض للالم هذه الصفه ان كانت صحيحه تعني ان الله بلا مشاعر او عواطف وانه غير خاضع للعواطف وممكن كمان غير محب في الواقع نجد ان الفصل الثاني من اقرار ايمان ويستمنستر اللي تؤمن به الكنائس الانجيليه ومن وقت الاصلاح ان الله كانه بلا عواطف هذه العباره تتخطى ما أكدناه في تعريفنا السابق عن عدم تغير الله وفي أن الله لا يتغير في كيانه وكماله ومقاصده ووعوده إنها تؤكد أيضا أن الله لا يشعر أو يتأثر عاطفيا لكن المدافعون عن لاهوت التطور يتهمون المؤمنين الإنجليين بالخطأ يتهمون بأن بل حتى يتهمون الكتاب المقدس أنفسهم أنهم يؤمنون بإله لا يعمل في العالم ولا تجاوب تبعاً للمواقف المختلفة دي أخطاء ناقشناها قبل كده لكن عموما آه اللي عايز حلقة لوحدها كده على لاهوت التطور وإزاي الناس تؤمن يكونوا موحدين ويؤمنوا بلاهوت التطور في وقت واحد حلقة 67 قديمة جدا لكن موجوده على الانترنت موجوده على اليوتيوب تقدر ترجع الحلقه 67 وتشوف ازاي الناس دي بتؤمن او في ناس بتؤمن بالله الواحد الخالق وفكر التطور في وقت واحد وازاي هذا الفكر متناقض تقدر تلاقي حلقه بحالها عن الموضوع لكن الحقيقه ان احنا لما بنتكلم عن ان الله لا يتغير كانه الله ما عندوش مشاعر لا المحب مش احنا قلنا الله محبه والمحب ان الله يكره الخطيه لكن يحب الخاطي ولما الخاطي يهلك ربنا ربنا بيزعل عليه لكن لما الخاطي بيتوب نلاقي السماء تفرح بخاطي واحد يتوب السماء تفرح يعني ربنا يفرح بيه فان الله يفرح بشيء وانه لذتي مع بني ادم وان الله يستجيب الصلاه ده مش تغيير في كيان الله لكن لانه اله مش مصمت كده مش جامد كده مش لا يتفاعل مع الاحداث فإذا اذا كان الله بالطرقه دي الفكره اللي هم بيقولوها ده افتراض خاطئ خارج عن مسار النقاش وانه لا يتماشى ابدا مع الكتاب المقدس فكتاب المقدس شديد الوضوح في أن قيمتنا تأتي ليس من يعني من وراء تغيير في شخص الله لكن الله خلقنا لمجده ولهذا هو يحسبنا ذو قيمة عارف يعني عارف ان احنا يعني هو عارف ان احنا لينا قيمة فان الله هو الذي يعلن عما هو ذو قيمة وهو غير ذات قيمة في الكون وما هو غير ذات قيمة إنسان ذو قيمة والأمور التانية ليست ذات قيمة وإن كان قد حسبنا ذوي قيمة نحن كذلك فالله لأنه بيحبنا واعتبرنا لنا قيمة ويستجيب الصلاة هذا لا يغير من الله ولا يعتبر تغيير بالعكس ده من ضمن ثبات الله أنه أمس واليوم وإلى الأبد أنه زمان وقت موسى سمع تشفع موسى في شعبه موسى وطبعا حي من أجل أحياء اللي هو موسى من أجل حي من أجل أحياء في الوقت بتاعه وحزقيا وشعياء حزقيا الملك والنبي شعياء أنه زود عمره 15 سنة وأمور كثيرة الخاطي الإنسان العادي بيبقى محكوم عليه بأنه رايح النار عندما يتوب السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، في تغيير بيحصل. الله يفرح بالانسان الذي يتوب. ده مش تغيير في الله. دي استجابه لمحبه الله، محبه الله الفعاله، محبه مش ممكن تكون جامده، المحبه بتكون في علاقه فعاله يمكن ان تاخذ وتعطي. آه من ضمن الحاجات اللي بيصورها مذهب الربوبيه الديزم ان الله على انه اله غير محدود لكنه مبعد عن العالم حتى انه لا يتفاعل مع ما يحدث فيه. كذلك مذهب وحده الوجود بانثيزم الذي يقول ان الله محدود طالما ان الكون كله ينظر اليه على انه الله. الحقيقه هذا الاله لا يمكن ان يعمل كذلك نستطيع ان نتعامل نحن معه كاشخاص ما ينفعش الحقيقه سواء دول او يعني دول الحته دي انا الحقيقه اتعاملت معاها بالتفصيل في حلقه 67 سابقه جدا في بدايه اللاهوت النظامي المستوى الاول خدت اللاهوت التطور او التطوريين خدت الفكر بتاع التطوريين والفكر بتاع الـ الـ لكن عموما على السريع ماذا بربوبية اللي بيقول الدايزم اللي هو الله على انه اله غير محدود لكنه مبعد عن العالم اه هو غير محدود لكنه بعيد عن العالم لا لا تفعل مع ما يحدث في العالم مش ممكن هو مش ساعات عمل ساعه وسابها تمشي وخلاص لا الله يعتني الله موجود العنايه الالهيه مستمره الله يحب الله يعتني ده المذهب ده كذلك مذهب وحده الوجود وحده الوجود ده مشكله انه قال الله والوجود واحد باختصار من غير ما نعيد الحلقة 67 الله والوجود واحد دي مشكلة كبيرة الله روح والوجود مادي فازاي الله والوجود واحد فكرة فلسفية لكنها مشكلة كبيرة فالمذهب ده اللي يقول ان الله محدود طالما ان الكون كله ينظر اليه على انه الله اذا كان الكون والله واحد يبقى اصبح الله محدود ويبقى أصبح كأنه الله مادة الكون ده حاجة مادية والله روح كيف يكون الله والكون واحد ده مذهب وحدة الوجود <applause> ما علينا الحقيقة أنه المذاهب دي باختصار خلت الله بعيد عن الإنسان لا يتفاعل مع أمور الإنسان هذا الاله لا يمكن ان يعمل كذلك نستطيع ان نتعامل نحن معه كاشخاص كيف نتعامل معه نحن كاشخاص الفكر الخطا في فكر فهذا الفكر شكله متطور او ممكن يسمى تطور انه يتماشى مع هذه النماذج فالمدافعون عنه مقتنعون بان الله الذي لا يتغير في كينونته مختلفه كل الاختلاف عن باقي خلقته فهو غير محدود ولا يحد بالتغيير الذي يميز كل وجودنا وبالتالي فهو لا يقدر أن يكون ذاتا يمكن أن نؤثر فيها هي دي الغلطة لا الله محب الله ذات يمكننا أن نعمل شيء يغضب الله أو يعجب ربنا أو ربنا يحبه أو بيحب الخاطئ يفرح بالخاطئ عندما يتوب الله متفاعل مع البشر الله لو كان في إله عمل الساق عمل الدنيا دي كده وبعد أو هو حتة من الدنيا كل ده لخبطه أنا يمكن قلت ده بنوع باختصار لكن ارجع لحلقة 67 وأنت تلاقي الفرق الفروق بين المذاهب والفكرة إنه إحنا بنتكلم على الله خلق الكون والله يعتني بالكون والله فوق غير محدود وهو اللي خلق الكون المحدود هو اللي خلقه وهو يعتني بهذه الخليقة فما بال الإنسان وفي أهمية عدم وجود الله أهمية عدم تغيير الله ان لم يكن الله ثابتا لا يتغير فاساس ايماننا يسقط فالله فعلا امس واليوم والى الابد ولا يتغير واستجابته للصلاه هذا عدم تغير في انه مستجيب للصلاه فيعاقب او يكافئ او يستجيب بالايجاب او السلب هذا ليس تغييرا فالله بل ثبات فالله الذي يستطيع أن يتفاعل مع البشر ويحب البشر فهو الذي يحب محبة أبدية والمحبة المحبة أبدية أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة لما بيجي يرحم لما واحد يتوب فيرحمه هل ده تغيير في الله؟ لا قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا هل هذا تغيير في الله؟ الحقيقة بيلخبطونا ويقولوا لنا أنه ده تغيير في الله لكن الواقع أنه استجابه الله للصلاه الامور مش عايز اقول انسانيه لان ده مش انسانيه دي الامور الالهيه اللي فيها اظهار محبه الله بطرق مختلفه تظهر من هو الله المحب وهو لا يتغير في محبته ولا يتغير في, في استجابه الصلاه وهو امس واليوم والى الابد يمكن الاعتماد عليه دائما منذ الازل والى الابد يمكننا ان نعتمد عليه هو لا يتغير في صفاته ولا يتغير في قوته ولا يتغير في عظمته وهي ولا يتغير في انه سرمدي ابدي ازلي فالله ثابت لا تغير لكن استجابته للصلاه هذا نوع من عدم التغير في انه يحب ويظل محبا ويستجيب الصلاه خلونا ناخذ بالنا من هذه الامور وناخد بالنا ان احنا لازم كلنا علاقه حقيقيه علاقه حيه مع الله فنستمتع بهذا الاله المحب الحقيقي والرب معكم